أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرتنا الثالثة والأخيرة، فقرة السياحة والأثار. زي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية، النهاردة هنتكلم عن المصري القديم وأهمية النيل بالنسبة للمصري القديم، وإزاي اتبنت عليه حاجات كتير جدا في الحضارة المصرية القديمة. الأيام اللي فاتت تم اكتشاف مجرى في نهر النيل، مجرى قديم لنهر النيل بجوار منطقة الأهرامات. احنا لتفاصيل أكتر هيكون معانا دكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات. صباح الخير يا دكتور. يعني صباح الخير على حضرتك يا استاذ نرمين، وعلى الاستاذ مايكل، وعلى كل الساده المشاهدين على قناه ميسات. صباح الخير يا دكتور، ودايما منورنا في صباح مي، واسعد الاوقات واحنا بنتكلم عن تاريخ وحضاره مصر بلدنا الغاليه الجميله. ده شرف ليا طبعا ان انا دايما متواجد على قناه ميسات، يعني القناه اللي هي الغاليه عندي بقى لي 10 11 سنه باجي فيها، فطبعا بتشرف والله طبعا بقناه ميسات. شرف ليا. بتنورنا يا فندم. يعني كنا بنتكلم عن اكتشاف المجرى النهري، عايزين حضرتك تدينا فكرة عن الاكتشاف وازاي تم، او ايه قصة الاكتشاف وازاي تمت يا فندم. يعني اسمحي لي بس قبل ما نتكلم عن الاكتشاف الاثري الهام ده، يعني اقدم لبنت التهنئة، لان كل عملتها كمان كل 3 4 ايام بالظبط هتكمل 7 سنين صوت معلش يا دكتور صوت مش كويس معلش. بقول لحضرتك طبعا اسمح لي قبل ما ابدا طبعا الكلام عن المجرى نهر النيل، ان انا طبعا اقدم التهنئه لبنتي لانها هتكمل 7 سنوات كمان 4 ايام بالظبط، فانا بقول لها كل سنه وانت طيبه وان شاء الله تكمل 70 سنه يعني. وحضرتك طيب وبخير. اما بقى بالنسبه للكشف الاثري اللي بنتكلم عنه، احنا لقينا الدكتور طبعا محمود زكي رئيس جامعه طنطا، طبعا من خلال مشاركه باحثين من جامعه طنطا ضمن فريق عملي مع يعني بعض العلماء من استراليا وامريكا، اعلنوا عن اكتشاف علمي جديد جدا وهام في نفس الوقت، ان هو وجود مجرى مائي نهري قديم لنهر النيل بجوار الاهرامات. طيب هل الناس كتير بتقول هو ما كانش الا المجرى ده؟ لا، اقول لك ان نهر النيل كان ليه 7 فروع رئيسيه، ولكن حاليا لم يتبقى منهم الا فرعين، فرع رشيد، فرعي رشيد وفرع دمياط. طيب هل طول اللي احنا بنتكلم عنه المجرى النهري لنهر النيل كان طوله ما يقرب من 64 كيلومتر، يتراوح عرضه ما بين 200 متر و 700 متر، وده طبعا رقم كبير جدا كطول وكعرض في نفس الوقت. عشان كده واحنا بنتكلم عن هذا الامر لقينا ان طبعا هذه المنطقه مليئه بالاهرامات، يمكن يكاد يكون بها اكثر من 30 هرما، على رأسها طبعا منطقة أهرامات الجيزة، هرم زوسر، الهرم الأسود، الهرم الأحمر، منطقة أهرامات أبو سير. وبالتالي طبعا يعني هذا الأمر ياخدنا كمان إن كان فيه كمان إن هذه الأفرع نفسها كانت بتنتهي بما يطلق عليه فالي تمبل أو معبد الوادي، وفعلا في منه نسخة موجودة حاليا بالفعل في منطقة أهرامات الجيزة. دكتور أحمد، يعني بدون مقاطعة لحضرتك، الفرع ده يعني يعتبر من الفروع اللي كانت غير مكتشفة قبل كده؟ اه بالفعل، من الفروع السبعة اللي كانتش معروفة لأنها طبعا جفت بالفعل، فبالتالي بتتكلم طبعا عن فرعين بس هم اللي موجودين والباقي كله حصل له جفاف يعني. فعشان كده واحنا بنتكلم هذا الفرع يعني يصل مثلا ل 4000، يعني المنطقة اللي حصل فيها بناء الأهرامات تتعدى ل 4700 عام، يعني بنتكلم أكثر من 30 هرم، ده رقم كبير جدا. وفي نفس الوقت في حاجة اسمها عندنا جبانة منفل اللي بتبدأ من دهشور، معانا بقى دهشور، معانا اهرامات الجيزه، ومعانا ابو سير، معانا زوسر او منطقه طقاره، فبالتالي طبعا رقم جه طوله بس لوحده 64 كيلو، ومنطقه فيها اكثر من 30 هرم، وعندك معابد الوادي وحاجات كثيره جدا في هذه المنطقه، وده يبرهن ويؤكد ان كان بيستخدم نهر النيل لنقل الاحجار من المحاجر لبناء الاهرامات، على اعتبار ان اصلا ما كانش في زحف عمراني زي ما احنا شايفين في الوقت الحالي، وبالتالي كانت المنطقه صحراويه يعني صحراء جرداء كما يطلق عليها. فبالتالي شفنا هذا الامر ده كان بيوضح من خلال الاسكان اللي اتعمل في تلك الفتره، وفي نفس الوقت واحنا بنشرح هذا الامر بنقول ان الموضوع ده هياخدنا لحاجات كثيره جدا، لان منطقه اهرامات الجيزه اصلا منطقه غنيه بالاثار طول عمرها، يعني طبعا مش افراع ولا من كوع، لا ده هي طبعا مليئه بالاثار، سواء بقى مقابر سواء معابد، ففي حاجات كتير لا تزال لم تكتشف في هذه المنطقة على الرغم من ثرائها بالآثار. صحيح. دكتور، ده خليني أسأل حضرتك الاكتشاف المهم جدا دلوقتي، يعني المجرى ده أوله فين ويبقى آخره فين، واللي تم اكتشافه في الوقت الحالي مساحة قد إيه أو طول قد إيه؟ هو الطول 64 كيلو، يعني 64 كيلو ده رقم كبير جدا. يعني الاكتشاف الحالي دلوقتي 64 كيلو؟ أه طبعا 64 كيلو، أنت حضرتك بتتكلم في رقم كبير جدا ومسافة كبيرة جدا، لأن المصري القديم أصلا استقر على ضفاف وادي النيل وكان بيأسس وبيشيد المعابد والمقابر،
وبالتالي ما نقدرش نقول بدايته. هو طبعا بدايه نهر يعني 64 تبدا، لو قلنا البدايه من عند الاهرامات يعني مرورا بالوادي الجديد والصحراء في اتجاه الجنوب. هو طبعا هو كان في الصحراء في الجزء الغربي للاهرامات، هو كان موازي لبناء الاهرامات. يبقى لو هنتكلم عنه يبقى احنا هنجيب من دهشور، هنجيب من اهرامات الجيزه، هنجيب من ابو صير، هنجيب من سقاره، وبالتالي طبعا ده يعني يا دوبك يجيبوا المسافه دي يا دوبك بالظبط. يعني 64 كيلو ده رقم مش شويه، وفي نفس الوقت بتتكلم طبعا ان المكان نفسه فيه سلسله من الاهرامات، يعني مش بتتكلم على هرم واحد ولا اثنين، حضرتك بتتحدث عن سلسله يعني اكثر من 30 هرما، لان مصر اصلا فيها ما يقرب من 126 هرم. لكن المعروف بالنسبه لنا او بالنسبه لكل اسف للمصريين هرم خوفو، هرم خفرع، هرم من كوره، هرم زوسر، يعني هرم يدوم اهرامات بسيطه جدا بالنسبه للاعداد اللي موجوده. لكن هناك اهرامات موجوده في ابو سير طبعا، يعني بنتكلم عن 6-7 اهرامات. عندنا طبعا في ابو رواش هرم الملك جيرت راعي ابن الملك خوفو ده موجود، وبالتالي بتتكلم عن حاجات طبعا ناس كتير ممكن ما تبقاش تعلم عنها شيئا. عشان كده واحنا بنتحدث عن الاهرامات بالذات بنقول ان الاهرامات سر من اسرار الحضاره المصريه القديمه، واحد عجائب الدنيا السبع اللي لسه لحد دلوقتي بنكتشف اسرارها، وما زلنا لم نتوصل الى اكتشاف اسرارها بالفعل. فعشان كده بنقول طوله طبعا كبير، وده طبعا يدل يدل ان كان طبعا احنا ناقصنا ان نعرف ان ازاي يعني كان يتم نقل الاحجار او القطع الصخريه، على اعتبار ان احنا عندنا معلومات. لكن انت بتتكلم عايز ادله مش عايز كلام فقط، لازم يبقى في عندك دليل مادي ملموس، وبالتالي هذا الامر يؤكده طبعا اكتشاف مجرى احد مجاري نهر النيل قديما اللي هو طوله يتعدى ال 64 كيلو. وده طبعا دل عن حاجه مهمه جدا في تلك الفترات، ان المصري القديم كان بيستخدم نهر النيل في كافه يعني شؤون حياته الدنيويه، سواء بقى معيشه، سواء زراعه، سواء طبعا داخله معاه في الصناعه، لان طبعا اهرامات الجيزه طبعا ده شيء يعني بناء وتشيل وتعمير. وطبعا نفس القصه كان موجود في اسوان وموجود في الاقصر. عشان كده بنقول ان الحضاره المصريه لم تتوقف سواء في طيبه او في الاقصر او في القاهره، الحضاره المصريه القديمه ممتده في ربوع الدوله المصريه بالكامل، وكل يوم بنكتشف اسرار جديده للحضاره المصريه القديمه. صحيح دكتور احمد، يعني احنا كنا في البدايه بنتكلم عن اهميه، وزي ما حضرتك بتقول اهميه نهر النيل بالنسبه للمصري القديم، والحاجات الكثيره جدا اللي يعني استفاد منها من وجود المجرى بجوار الاهرامات، وان هو من خلالها تم بناء الاهرامات اكثر من 30 هرم. طيب يعني من اهميه برضو النيل واللي عايزين نوضحه للناس، تجنيز الملوك يا فندم، اهميه النيل كانت ايه في الموضوع ده؟ يعني النيل مبدئيا اصلا كان شغال حياه بالنسبه للمصر القديم، ده اول حاجه. الحاجة الثانية، النيل كان بيساعد على نقل الأحجار من المحاجر إلى الأماكن اللي بيتم فيها التشييد. ناس كتير ممكن تسألني طب ليه مثلا ما بلاش كل أهراماته مثلا في منطقة أهرامات الجيزة اللي هي حاليا اللي فيها خوفو وقفرع ومنكورع؟ أقول لك لأن المنطقة كانت أصبحت خلاص مليئة ومكتظة بالأهرامات، وبالتالي كان لازم حتى في عصر الأسرة الخامسة اللي هي بدايتها الملك أسر كاف وثم الأسرة السادسة لازم يتم الانتقال لمكان آخر، ليستطيع المصري القديم او الملوك في تلك الفترات ببناء اهراماتهم واللي هم عايزينها، ومعابد الشمس اللي هي الفكره جت منها بعد كده او تم استيحائها من اخناتون، ان هو يقوم بعمل معابد للشمس في الاسره ال 19 او اسف ال 18 الدوله الحديثه. وبالتالي كان هذا الامر طبعا شفنا كمان فروع النيل موجوده في الصعيد، لان ما كانش بس بنقول 7 فروع، فوق الفرع البوليسي ده اللي موجود في سيناء، عشان تبقى الناس عارفه ان كان في سيناء فرع للاهرامات هناك. لذلك بنقول ان نهر النيل كان دخل في كل تفاصيل حياه المصري القديم، وده تم ايضاحه على كافه الجدران المعابد من خلال طبعا مناظر الصيد، ومناظر طبعا الزراعه، ومناظر طبعا التشييد، ومناظر يعني كثير من المناظر، لان المصري القديم ما كانش يملك الا نهر النيل في تلك الوقت، وبالتالي كان هو شريان الحياه بالنسبه له. لذلك لما كان منسوب الفيضان يخف، يعني كل ملك كان في كل عهده بيقوم بتدوين منسوب الفيضان، على اعتبار انه ممكن يقول لك والله ده العام هذا كان عام خير او عام شؤم بالنسبه للملوك في تلك الفتره، وكان يبقى تفاخر بذلك. لان احنا حتى شفنا في عصر الاسره الرابعه تم العثور على لوحه تطلق عليها لوحه المجاعه، دي موجوده في سهيل في اسوان، وايضحت ان كان في مجاعه في مصر في تلك الفتره بسبب انخفاض منسوب مياه النيل. لذلك حرص الملوك في بعد ذلك يعني تدوين كل ما يخص نهر النيل من حيث الفيضان، ومن حيث طبعا طبعا النمو الزراعي في تلك الفتره. عشان كده مصر ما كانتش فيها مجاعه بعد الدوله المصريه القديمه الا بسيط جدا، على اعتبار ان هو المصري القديم كان بيعمل استعداداته وكان بيشيد طبعا الصوامع الخاصه بيه وكل حاجه. عشان كده النيل كان شريان الحياه. دكتور احمد، عايز اسال حضرتك، يمكن شفنا عبقريه المصري القديم في بناء الاهرام، يعني انا بقعد اتخيل
ازاي الحجارة العملاقة دي بتيجي عن طريق نهر النيل، وازاي بيتم انزالها وخروجها من المية ورفعها. وانا بتكلم لحد النهاردة ما اعتقدش ان في شركة في العالم كله تقدر ترفع حجر من احرج من الحجارة بتاعت الاهرام، وازاي تم ده والمدة اللي اتبنى فيها الهرم، يعني صورة عبقرية. رأي حضرتك ايه؟ يعني هو الموضوع صعب جدا، لان حتى هذه اللحظة احنا مش عارفين الكتل الحجرية نفسها بتترفع ازاي. لا عندنا اوناش ولا عندنا مثلا احنا، يعني هو الكلام المشكلة ان هم كانوا بيزحوا الحجر عن طريق نهر النيل وطبعا عن طريق الرملة، ودي ماشي، دي امر ما فيش اختلاف فيه، وشفناه طبعا في المسلات يعني ما فيش مشكلة فيه. لكن هي المشكلة او الموضوع اللي صعب جدا ان ازاي هم رفعوا قاموا برص هذه الحجارة فوق بعضها بنظام متكامل بنظام تفريغ مسلكي الهواء. وفي نفس الوقت في حاجة مهمة جدا الناس كتير ما تعرفهاش، ان هرم خوفو اتبنى في 22 سنة، يعني رقم كبير جدا بتبني هرم واحد بس 22 سنة. لذلك المصري القديم وقتها حرص ان يعني فيما بعد، انا شايف ان 22 سنة ده مش رقم كبير، يعني احنا بنتخيل العدد الكبير من الحجارة دي لو نقلنا حجر واحد هياخد وقت قد ايه؟ يعني هو 22 سنة مش كبير، كبير ومش كبير. كبير طبعا كمدة، وفي نفس الوقت ان هو ان حضرتك المصري القديم اصلا كان عنده 8 شهور للزراعة، يعني كان بيبذر البذور مصر بقى بعد كده لما يطلع ويقوم بحصاد المحصول، وبالتالي كان 8 شهور بيشتغل في الزراعة واربع شهور في التشييد والبناء والتعمير. عشان كده واحنا بنحكي هذا الامر بنقول ان المصري القديم نفسه الموضوع كان صعب جدا، لان لحد دلوقتي ما احنا مفيش مثلا يعني على جدران المعابد او المقابر يشرحوا ازاي بنوا الاهرامات، ده سر من اسرار الحضاره المصريه القديمه، وده احد عجائب الدنيا السبع. لذلك تلاقي يعني من الحاجات العجيبه جدا في تلك الامور ان هرم الملك كوفو بالتحديد لم يتم، او الملك كوفو لم يتم العثور له الا على تمثال واحد طوله 9 سنتي، على بخلاف طبعا الملك خيع افراع اللي هو مثلا ليه تمثال شهير جدا ده اللي كان موجود على 10 جنيه شايفينه واقف خلفه الصقر حورس، ودي من اجمل التماثيل ومن اروع التماثيل اللي قام بنحتها المصري القديم. لكن خوفو مالوش تمثال واحد ما طوله ما جاش 9 سنتي، فالموضوع صعب جدا في تلك الفتره. عشان كده واحنا بنقول ان الهرم الاكبر بالتحديد بنقول هيفضل وهيظل احد اسرار ومعجزات المصري القديم لحتى هذه اللحظه، الى ان بقى نكتشف اثار، نكتشف حاجات او برديات، نكتشف جدريات تشرح لنا ازاي تم بناء الهرم الكبير بالتحديد بهذه العبقريه الرائعه والخطيره في نفس الوقت. لان حتى هذه اللحظه ما فيش حد طبعا عارف يبني زي هرم خوفو بنفس الطريقه بنفس الفكر اللي فيه ثلاث حجرات دبس، طريقه مسلكي الهواء، حاجات كثيره جدا. فعشان كده بنقول هيظل هذا الهرم يعني شاهد رهيب جدا على الحضاره المصريه القديمه. دكتور احمد، يعني يوم 18/5 كان الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، و عايزين بقى كده بما ان حضرتك معانا نعلم الناس ازاي يتعلموا ثقافه المتاحف، او ان انا اتفضل. يعني طبعا مصر يعني تم اعلان من قبل وزاره السياحه والاثار عن افتتاح 26 متحف على مستوى الجمهوريه، سواء متاحف رئاسيه او متاحف اقليميه للزائرين بمجانا، ودي خطوه كويسه جدا 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 يعني اتخذتها وزاره الاثار. وانا طبعا من خلال قناه ميسات وبرنامج صباحمي اطالب طبعا الوزاره انها تعمل على الاقل يعني كل ثلاث شهور يوم مجاني، ده طبعا بيساهم ده من الترويج من ناحيه الوزاره. لكن انا كمثلا انا كسايح مصري رايح المتحف ما اعرفش حاجه مثلا عن المتاحف، طب معظم طبعا الناس بتبقى يعني الاستهتار في التعامل مع حتى الحاجات اللي انا ماشي في وسطها، ما مش عارف قيمه المكان اللي انا داخل فيه. ازاي نعلم الناس يا فندم من خلال الوزاره ومن خلال حضرتك معانا دلوقتي ان احنا ثقافه التعامل مع المتاحف نفسها؟ يعني هو مبدئيا احنا زي ما احنا قلنا طبعا لازم يتم رفع كفاءه الوعي الاسرى بالنسبه للمواطنين المصريين، وبالذات الطلبه اللي هم مثلا الاندر اتش، طبعا نبتدي نوعيهم بالحضاره المصريه القديمه واهميه المتاحف، على اعتبار ان المتاحف بتبقى وسيله ووسيله لنشر الثقافه بين الشعوب على مستوى العالم. بتلاقي السائح في الغرب بيبقى جاي عارف الاثار اللي موجوده، عارف القطع، عارف كل حاجه. الوزاره فتحت 26 متحف، طبعا كان على راسها المتاحف الرئيسيه اللي هي المتحف القومي المتحف القومي للحضاره، متحف المصري، لا اسف، المتحف المصري بالتحرير، متحف الحيطه، متحف الشرطه، متحف الفن الاسلامي، متحف القبطي، في تنوع طبعا في الثقافات، في تنوع في الحضارات، وبالتالي كان عندنا متحف الحيطه في سقاره، متحف كفر الشيخ، متحف طنطا، عندنا حاجات كثيره جدا كانت بيتم يعني تم الترويج لها فتره كويسه جدا. لكن لابد بس كان في اقبال شديد جدا، يعني انا شفت وتابعت كان في احصائيه كويسه ان كان في ترويج شديد جدا جدا، والناس كتير كانت يعني مقبله بشكل رهيب على هذه المتاحف، وده يدل ان المصري القديم كان عنده وعي، او المصري حاليا القديم لما كان عنده اثار بيعملها
كان بيقول بعد كده ان ده شاهد على عظمته. ودلوقتي المصري اللي موجود حاليا زي ما شفنا الاقبال الشديد ده، ده معناه ان المصريين فعلا عندهم شغف ان هم يشوفوا اثار فلاتهم بشكل مستمر، ودي حاجه كويسه جدا. يعني احنا لو فتحنا كل ثلاث شهور بس يوم مجاني او يعني بنص تذكره، او يعني في دعم من الوزاره، اعتقد الموضوع هياخد شكل كبير جدا الفتره اللي جايه، وهتبقى حاجه كويسه جدا للدوله المصريه، على اعتبار ان الناس هتبتدي تروح. انا حضرتك برضه عارفه ان فتره الصيف بالتحديد بتبقى صعبه جدا، الناس بتحب تروح مصايف وكده، انما فتره الشتاء دي الفرصه العظيمه اللي من خلالها نقدر نخلي الناس تروح، على اعتبار ان دي السياحه الثقافيه في مصر. على بيبقى فتره مثلا من شهر نهايه يعني اول 10 كده واحنا لغايه مثلا شهر 3، الناس بتيجي كلها من دول العالم والدول العربيه، الناس بتيجي بمعنى اصح بتشوف المتاحف، بتشوف المناطق الاثريه. وعلى فكره الدول العربيه نفسها ما كانتش بتهتم بالاثار، دلوقتي بقت تهتم بالاثار نظرا لما لها من اهميه. يعني السوشيال ميديا ساعد برضه على هذا الامر بنسبه كبيره، لان برضه خلينا نتفق ان زمان غير دلوقتي. يعني زمان الناس ما كانتش بتهتم بذات الدول العربيه، دلوقتي لا بالعكس بيهتموا وبيحبوا الحضاره. دلوقتي المصريين نفسهم بيبتدوا كمان بيهتموا من خلال طبعا في اكتشافات اثريه كثيره جدا الفتره اللي فاتت. فالمصريين دلوقتي عايزين يعرفوا قد ايه طبعا الاثار اللي موجوده وحجمها وشكلها. والموضوع طبعا بقى مختلف تماما عن الاول، لان السوشيال ميديا ساعدت وغزت برضو، على قد ما كان لها سلبيات لها ايجابيات في تلك المواضيع وتلك الترويج. يعني فانا شايف يعني اللي حصل يوم 18 اللي هو اليوم العالمي للمتاحف ده، يعني ده وضح قد ايه الشعب المصري عنده وعي اثري وثقافي، يحتاج بس يعني ان هو يزيد شويه. لكن طبعا الموضوع كويس، وانا شايف المتاحف طبعا بتساهم بشكل كبير جدا في التعريف بالاثار والحضارات في تلك الوقت، لان الاثار اكتشافها لن ينتهي ولن يعني مش هيخلص بصراحه. فبالتالي الناس بتبقى النهارده عندها شغف، كل ما هنبتدي طبعا نعرض قطع اثريه جديده او حاجات مثلا لم يتم رؤيتها من قبل، هنشوف قد ايه الناس عندها استعداد انها تروح تشوف هذه الاثار مره واثنين وثلاثه واربعه. لان كمان هنستنى هنشوف المتحف المصري الكبير اللي بيستهدف 5 مليون زائر في السنه سنويا يدوق هذا المتحف، هنشوف قد ايه هيبقى المتحف ده هيعمل طبعا نقله ثقافيه وحضاريه كبيره جدا للمصريين وغير المصريين. فهنشوف طبعا مع المتحف لما هيتفتح هتشوف عندك الاجوال بتاعه هيبقى عامل ازاي بعد كده. يعني صحيح. يعني يا دكتور احنا بنشكر حضرتك جدا على كل المعلومات اللي استفدت بيها وكل المعلومات الدقيقه والشرح الدقيق لاهميه النيل عند المصري القديم واهميه التطور الحضاري لغايه وقتنا الحالي. دكتور احمد عامر الخبير الاثري والمتخصص في علم المصريات كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. اعزائي المشاهدين كده خلصت حلقتنا النهارده، بشكرك جدا نرمين وبشكر حضراتكم، ونشوفكم بكره قبل الميعاد بساعتين. صباح الخير عليكم وصباح ميم.